وصل إلى البلاد مساء اليوم إلى صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك في زيارة إلى مملكة البحرين، يحضر خلالها إطلاق برنامج رواد في القصر بنسخته البحرينية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وبالشراكة مع صندوق العام للتمكين والذي سيقام يوم غد الخميس. كما يحضر دوق يورك خلال زيارته عددا من الفعاليات ويجري عددا من اللقاءات في إطار العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين وامتدادا لتعاونهما المشترك في مختلف المجالات. كان في استقبال صاحب السمو الملكي دوق يورك لدى وصوله مطار البحرين الدولي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق، وسعادة السيد سيمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البلاد، وعدد من كبار المستقبلين.